قال باشرات من الأطباء بتوسيع مقاعد الدراسات العليا لشمول أكبر عدد ممكن من الأطباء الناجحين بالاحتياط وتوفير مخصصات الإقامة وفتح الإجازات الدراسية من قبل وزارة الصحة. وخلال وقفة نظموها في مقر نقابتهم ببغداد، طالب الأطباء بضمان حقهم بالحصول على الاختصاص أسوة بأقرانهم من أطباء العالم وإيجاد حل دائم لمسألة قبول جميع الدفع القادمة من أطباء تدرج ومقيمين دوريين وغيرهم، بالإضافة إلى البدء بالتدرج الطبي للخريجين واحتساب الساعات الإضافية، فضلا عن حماية الطبيب أمنيا وقانونيا وتحسين بيئة العمل النفسية والجسدية خصوصا في الدراسات العليا، أيضا احترام كرامة الطبيب وحل جميع مشاكلهم في عموم المحافظات. عدد الذين تم قبولهم حاليا في الدراسات العليا يحتاج إلى النظر له على أنه مؤشر إحباط يحتاج أن يتغير عاجلا جدا، وأن تتاح فرص بديلة في حال كان المجلس العراقي والمجلس العربي غير قادرين على توسعة الاستيعاب للأعداد الحالية، علما أن هذه الأعداد من الخريجين توشك أن تتضاعف عدة مرات خلال 3 سنوات من الآن. آنيا لدينا ناجحين في الامتحانات التنافسية بعدد يفوق المقبولين، وجميعهم مستحق، وبعضهم من الأوائل في الكليات، ولا يمكن التفرج عليهم وهم يخسرون سنوات أعمارهم بهذا الشكل المأساوي. يمكن فتح مجال لإجازات دراسية خارج البلد كأحد الحلول البديلة إذا عجزت المؤسسات التعليمية المحلية عن استيعابهم، وهذا حل لا هو غريب ولا هو مستحيل في ذات الوقت.